بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه بمنه وكرمه: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة، أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أن لب الصلاة وروحها إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من الصلاة. ليس المقصود من الصلاة مجرد القيام والركوع والسجود مع غفلة القلب وعدم حضوره، هذه صلاة شكلية لا تنفع صاحبها، إنما الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يقبل العبد على ربه فيها ويحضر قلبه فيها ويدعوه ويتدبر القرآن الذي يقرأ في الصلاة حتى ينتفع من هذه الصلاة. أما مجرد حضوره بجسمه، ركوعه وسجوده وقيامه من غير حضور قلب، هذا أدى الصلاة في الظاهر ولكنه في الباطن لم يؤديها، ولا يؤمر بإعادة الصلاة لأنه صلى. ولكن هذه الصلاة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد توعد الله سبحانه وتعالى كما يأتي: توعد الله الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فويل للمصلين. سماهم مصلين، صلوا في الظاهر لكنهم عن صلاتهم ساهون، ساهون عن الخشوع فيها، ساهون عن أدائها في وقتها، ساهون عن حضور القلب فيها. توعدهم الله بالويل، وهو العذاب، شدة العذاب، مع أنهم يصلون لكنهم لم يقيموا الصلاة. والمطلوب إقام الصلاة، أن تكون الصلاة مستوفية لأحكامها. وإذا كان هذا في الذين يصلون ولكنهم عن صلاتهم ساهون، فكيف بالذين لا يصلون أبداً والعياذ بالله؟ هؤلاء كفار في نار جهنم خالدون، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن صلى ولكنه لم يحضر قلبه ولم يتم الركوع
ولم يتم السجود والقيام، فهذا صلى في الظاهر، أو لم يصلها في وقتها، هذا صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة، ولكن هذه الصلاة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، فليتنبه المسلم لذلك مع صلاته. نعم. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه، ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا صليت بلا خشوع وحضور قلب فصلاتك مثل الجسد الذي لا روح فيه، يعني روح الصلاة هو الخشوع، حضور القلب هذا روح الصلاة. الصلاة تتكون من هيئة ومن روح، مثل الجسد يتكون من هيئة وأعضاء وجسم، لكن إذا لم تكن فيه روح فهو ميت. كذلك الصلاة التي ليس فيها حضور القلب، خشوع لله عز وجل، فهذه مثل الجسد الذي لا روح فيه. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله، قوموا لله قانتين. قنوت هو الطاعة، الخضوع، حضور القلب، خشوع. قوموا لله قانتين، تذكر الإنسان هذا. نعم. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عن ما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. فسر السهو، فسر بثلاثة أشياء: السهو عن وقتها فلا يصليها في الوقت، إنما يصليها على حسب هواه، أو متى ما فرغ من أشغاله أو قام من نومه يصلي بأي وقت، هذه لا ليست صلاة، هذا واحد، السهو عن وقتها. وكذلك النوع الثاني: السهو عن أداء أركانها وواجباتها وما يشرع فيها، فهذه أيضا صلاة الساهين عن صلاتهم، ولهم الويل والعياذ بالله، بدل الثواب لهم الويل. الثالث: عدم الخشوع فيها وعدم حضور القلب، هذا ما فسر به قوله تعالى: عن صلاتهم ساهون. ساهون عن وقتها، ساهون عن أحكامها، ساهون عن حضور القلب والخشوع فيها. نعم. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس إذا كانت بين قرني شيطان، فقام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. فوصفه بإضاعة الوقت لقوله: يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. المنافقون يصلون، ولكنهم يصلون في الظاهر شكليا. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثلاثة أوصاف: كسالى، لا يجون نشيطين ومقبلين وراغبين مثل ما يأتي المؤمن،
ثانية يراؤون الناس، ما يصلون لله، وإنما يصلون لأجل الرياء، من أجل الرياء مع الناس يراؤون الناس. الثالثة لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، لا تحضر قلوبهم في الصلاة، ولا يؤدون الأذكار الواجبة والمستحبة فيها. هذه صلاة المنافق. الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ثلاث مرات لأجل التأكيد والانتباه. ما هي صلاة المنافق؟ دل هذا على أن المنافق يصلي، ولكنه يفتقد مقومات الصلاة الصحيحة. يجلس يرقب الشمس بعد العصر، يدخل وقت العصر ويتلهى ويتكاسل ويتأخر، فإذا رأى قاربت الشمس الغروب وصارت بين قرني شيطان ودخل وقت النهي المغلظ، قام فنقر أربعا صلاة العصر أربعا، نقر أربعا، هذه واحدة نقر، لا هذا معناه الإخلال بالأركان والواجبات، ينقرها بسرعة ولا يطمئن فيها. طمأنينة ركن من أركان الصلاة، نقر أربعا. الثانية لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. الثالثة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة المنافق والعياذ بالله. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. مراد المنافق النفاق الأكبر، مخرج من الملة، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالله عز وجل. وهذا كما ذكر الله في الدرك الأسفل من النار. نعم. إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. أنت عرفت أن الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها مستحبات وسنن. فالأركان والواجبات لا بد منها، وأما السنن فهي مكملة، إن جاءت ففيها تكميل للصلاة وزيادة الثواب، وإن ما جاءت الصلاة صحيحة. من أعظم هذه الأركان، أركان الصلاة 14 مذكورة، واجباتها 8، وسننها تزيد على 42 سنة، سنن أقوال وأفعال. ومن أعظم أركانها وأعظم أركانها قراءة الفاتحة، سورة الفاتحة، السورة العظيمة التي هي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي الرقية، يرقى بها المريض واللديغ ويحصل له الشفاء بإذن الله، وهي الكافية، لها أسماء كثيرة لعظمها لما تشتمل عليه من المعاني الجليلة التي تحتاج منا إلى تدبر وإلى تفهم. ليس المقصود أن نقرأ الفاتحة حروفا ونجودها بأحكام التجويد ونرتلها، هذا ليس هو المقصود.
هذا وسيلة وأداة فقط، المقصود أننا نتدبرها، نتأمل في معانيها، نعمل بها، هذا هو المقصود من هذه السورة وغيرها من القرآن الكريم. هذه السورة سورة عظيمة. نعم. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. هذا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، لأن الله فرض علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لعظم هذه السورة وعظم فائدتها لنا إذا تدبرناها. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. النصف الأول خاص بالله سبحانه وتعالى، والنصف الأخير خاص بالعبد، ومنها ما هو مقسوم بين العبد وبين ربه، آية مقسومة: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. حمد وثنى وتمجيد في ثلاث آيات، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذا لله، وإياك نستعين هذا للعبد، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ثم ما بعدها من الآيات كلها للعبد، يعني لحاجة العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا كله لحاجة العبد، دعاء. فالفاتحة فيها دعاء العبادة في أولها، وهو الثناء على الله وهو الحمد لله والثناء عليه وتمجيده، وفيها دعاء المسألة وهو: وإياك نستعين، إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة، هذا يسمى دعاء مسألة. فالفاتحة اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا يدل على عظمتها
وما تشتمل عليه، وفيها معان عظيمة كثيرة، ولذلك سميت أم القرآن، لأن القرآن هي مجملة والقرآن تفصيل لها، هي مجملة والقرآن كله تفصيل لسورة الفاتحة. نعم. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله، نصف لله وهو أولها وهو دعاء العبادة. نعم. وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، يعني ثلاث آيات، هي سبع، هي سبع آيات، ثلاث آيات ونصف هذا لله إلى قوله إياك نعبد، ثلاث آيات ونصف هذه للعبد، وهي من وإياك نستعين إلى آخره، وهو دعاء المسألة. نعم. ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، دعاء لذنوبه ولحاجته ول... نعم. وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى، إذا تأمل العبد أن الذي علمه هذا في هذه السورة العظيمة هو الله جل وعلا، فهذا يعطيه معرفة لقدر هذه السورة العظيمة، ويعطيه بيان الحكمة في كونها فرضت عليه في كل ركعة من صلاته. نعم. وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة. أمرك الله أن تدعو بهذا الدعاء لحاجتك إليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى وعنايته بنا، أمرنا أن ندعوه بهذا الدعاء العظيم في كل ركعة لأجل أن يستجيب لنا، ولهذا يقال بعدها آمين، أي اللهم استجب، استجب هذا الدعاء الذي دعوناك به في هذه السورة العظيمة. نعم. وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب. الله جل وعلا ضمن أن يستجيب الدعاء إذا دعاه بإخلاص، ادعوا الله مخلصين له الدين، يعني تخلص الدعاء لله، لا تدعو مع الله إلها آخر، لأن هناك من يدعو الله ويدعو غيره، يدعو الله في الصلاة ثم يدعو غيره من الأموات والمقبورين والأضرحة والأولياء والصالحين، هذا لم يخلص الدعاء لله فلا يقبل منه، لا يقبل منه، لا بد أن يخلص الدعاء لله عز وجل ويحضر قلبه ويتأمل فيه حتى يستجيب الله له، لأن الله ضمن لمن دعاه أن يستجيب له، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس القصد تلفظ بالدعاء فقط، ولكن قصد التلفظ مع الإخلاص وحضور القلب لله عز وجل، فإذا تمت شروط القبول إن الله جل وعلا وعد بأنه سيستجيب، وهو لا يخلف وعده، فإن لم يحصل قبول فهذا من قبل العبد أنه لم يأتي بشروط الدعاء التي يستجاب بها الدعاء، فليس كل من دعا يستجاب، لأنه مفرط ومقصر في حقيقة الدعاء وشروطه. نعم. فالتقصير إنما هو من قبل العبد، وإلا فإن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى.
نعم. إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس. ما أضاعه أكثر الناس، لأن أكثر الناس يقرؤون هذه السورة وغيرها لكن لا ينتفعون منها ولا يستفيدون منها، لأنهم لم يتأملوها ويتدبروها ويعملوا بها، مجرد التلفظ فقط، تلفظ بالحروف، وهذا لا ينفع ولا يجدي شيئا. أكثر الناس كذلك، قل من الناس من يستحضر هذه الأمور ويعقلها ويتقيد بها، قل من الناس من يفعل ذلك. نعم. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذا مثل، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذا خطاب لكل مسلم، كل عبد، أنك مهيأ لأمر عظيم، مهيأ لأمر عظيم، وهو العمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له، مهيأ للقاء الله يوم القيامة، الحساب والجزاء. أنت لست مثل البهيمة التي ترعى في الفلات، أنت مهيأ، مهيأ لأمر عظيم ومسؤولية عظيمة. فانتبه لهذا، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك، يرتفع بنفسك أن ترعى مع الهمل، مع الرعاع، مع الناس الغافلين الجاهلين أصحاب الشهوات، اربأ بنفسك أن ترعى معهم وأن تعيش معهم، عش مع عباد الله الصالحين المتقين المخلصين، لأجل أن تؤدي ما هيئت له. نعم. وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة، لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك. لما ذكر الشيخ رحمه الله أهمية سورة الفاتحة وما جاء في فضلها من الأحاديث، أراد أن يبين لنا معاني هذه السورة باختصار، إعانة لنا على تدبرها، لأجل إعانتنا على تدبرها تفهمها. نعم. لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فمن نطق بلسانه قراءة القرآن أو بالذكر دون حضور قلبه فهذا ممن قال الله فيهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهم المنافقون. المنافقون هم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا يستحضرونه ولا يعتقدونه، إنما يقولونه مجاملة ونفاقا والعياذ بالله. نعم. فأنت حينما تقرأ الفاتحة لا تقتصر على اللسان والترتيل والتجويد وإلى آخره، تحسين الصوت، لا تقتصر على هذا، العمدة والثمرة هو القلب، حضور القلب. نعم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز، لأن الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن
أستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لنا الاستعاذة عند إرادة قراءة القرآن، وافتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة، لذلك يستحب للقارئ إذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن أن يبدأ بالاستعاذة، ثم إن كان سيقرأ من أول سورة فيأتي ببسم الله الرحمن الرحيم كما هي في التنزيل وفي المصحف الشريف. أما إذا أراد أن يقرأ من أثناء السورة فلا يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، بل يقتصر على الاستعاذة. نعم. ثم قال ثم البسملة. نعم. قال وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة. معنى الاستعاذة يشرح لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يشرح لنا معنى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يفسر لنا سورة الفاتحة باختصار. نعم. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي. الشيطان يحضر عند الإنسان عندما يريد العمل الصالح من قراءة أو صلاة أو غير ذلك، يحضر لأجل أن يشغله عن العبادة، لأنه لا يقدر أن يمنعه منها كلياً، لكن يقتصر على أن يمنعه من التدبر ويمنعه من حضور القلب ويشغله عن صلاته وعن قراءته بما لا فائدة له فيه. هذا هو الشيطان، وأنت لا تراه، إنه يراكم هو قبيله، يعني الشيطان، حيث لا ترونه، أنت ما تراه، ولكن عليك بالاستعاذة منه. أما شيطان الإنس فأنت تراه، ويمكن أن تدافعه بالسلاح أو بالرد أو بالحصون أو بالجدار أو بالباب، لكن الشيطان معك في كل مكان، وأنت على فراشك وأنت على في بيتك وأنت يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. ما الذي يحصنك منه؟ يحصنك منه سلاح ولا جدار؟ لا، يحصنك منه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أن يمنعك من شره، بأن تقول أعوذ بالله، أعوذ يعني ألوذ بالله عز وجل وألتجي إلى الله من الشيطان الرجيم. الشيطان وهو المارد، الشيطان هو المارد من الجن، هذا الشيطان، والمارد من الإنس، والمارد من الدواب، كله يسمى شيطان، كل متمرد سمى شيطانا، سواء من الجن أو من الإنس أو من الدواب. من شاط يشيط إذا اشتد وزاد، أو من شطن إذا بعد، فهو يفسر بتفسيرين، إما أنه مأخوذ من شاط يشيط إذا اشتد، أو من شطن إذا بعد، لأنه بعيد مرجوم من الشيطان الرجيم، أي المرجوم، المرجوم الملعون، فهو رجيم بمعنى مرجوم مبعد والعياذ بالله
نعم. أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. أعد. قال: فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو. أعوذ وألوذ وأستجير، كل هذا معنى لتعوذ. نعم. أن يضرني في ديني من هذا الشيطان الرجيم، أن يضرني في ديني ودنياي. ويحضر عند الإنسان، عند الأكل، عند الشرب، عند الصلاة، عند العبادة، حتى مع أهله، إذا حضر عند مع أهله يحضر، ولا يعصم منه إلا ذكر الله جل وعلا والاستعاذة منه. نعم. أو يصدني عن فعل ما أمرت به. نعم، إما أنه يصده عن الطاعة ويمنعه منها إن استطاع، فإن لم يستطع منعه من الطاعة فإنه يحاول أن يفسدها عليه بحيث لا يحضر قلبه فيها ولا يتأمل فيها. إذا قرأ القرآن لا يتدبر، وإذا صلى لا يحضر قلبه في الصلاة. هذا ما يريده الشيطان. نعم. أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، إما أن يأمره بالمعصية وترك العبادة، وإما أن يأمره بالمعصية. هذه مهمة الشيطان لأنه تكفل بهذا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بهذا، ولا يجيرك منه إلا ربك سبحانه وتعالى، لأن تستعيذ بالله منه. والاستعاذة سهلة على الإنسان، بس تحتاج إلى حضور قلب، وإلا هي لفظ سهل لكن تحتاج إلى حضور قلب. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم مع حضور قلبك أعاذك الله منه وحماك منه. نعم. لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. أحرص ما يحرص عند الحضور إذا أراد العبد الطاعة والعبادة، ما يقدر يمنع من العبادة والطاعة، لكن يقدر أنه يصرف قلبه عنها. ما يقدر يمنع جسمه، لكن يمنع قلبه بأن يصده عنها ويفسدها عليه، فتصبح تعبا بلا فائدة. هذا ما يريده الشيطان. نعم. وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله. نعم، لا يمنع من الشيطان ولا يحصنك من الشيطان إلا الاستعاذة. ما يحصنك سلاح ولا جدار ولا باب ولا جنود، ما يحصنونك منه، إنما يحصنك منه شيء واحد سهل عليك، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان. نعم. لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم، لأنه ليس لك خلاص منه، لأنه معك وأنت لا تراه. يرى، إنه يراكم هو وقبيله يعني جنوده، قبيله يعني جنوده وذريته، من حيث لا ترونهم. فهذا من أخطر ما يكون، ولو أنك تشوفه يمكن أنك تدافعه وتدفعه تأخذ حذرك منه، لكن ما تشوفه
وهو يتغلغل معك، فخطره عظيم. نعم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب. إيه نعم، إذا استعذت بالله من الشيطان أعاذك الله، وصار هذا سببا في حضور قلبك في صلاتك وفي غيرها من الأعمال الصالحة. نعم. فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. اعرف معنى هذه الكلمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقلها بلسانك دون حضور قلبك كما عليه كثير من الناس الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يستحضرون معناها في قلوبهم ولا يقصدونها وينهونها في قلوبهم، فلا تنفعهم الاستعاذة من الشيطان. الاستعاذة من الشيطان لا بد أن تكون باللسان وبالقلب معا. نعم. وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك. نعم، البسملة بسم الله، بسم الله، الباء للاستعانة، أي أستعين بسم الله، أستعين بسم الله أي بأسمائه سبحانه وتعالى، تستعين بها وتتوسل إليه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمعنى بسم الله أي أستعين بسم الله على عملي الذي أريده من قراءة أو صلاة أو غير ذلك. والاسم معناه العلامة التي تكون تميز الإنسان عن غيره، كل إنسان له اسم يميزه عن غيره، عبد الله، عبد الرحمن، محمد، فهو يميز الإنسان من غيره. والله هذا علم على الله جل وعلا، هذا الاسم العظيم الله هذا لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، ومعناه بالألوهية أي العبودية، فالله هو المعبود والإله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، فالله مشتق من الألوهية تأله وهو العبادة. نعم. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان مشتقان من الرحمة. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والله جل وعلا من صفاته الرحمة، والرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، فهو رحمن رحيم سبحانه وتعالى. نعم. قال فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بحولي ولا بقوتي. لا بحولي ولا بقوتي، فأنت تستعين بالله، ولو لم يعنك الله لم تستطع أن تعمل شيئا، هذا فيه البراءة من الحول والقوة. نعم. بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله. نعم. متبركا باسمه تبارك وتعالى. متبركا باسمه، استعانة وبركة. قال جل وعلا تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، فأسماء الله مباركة تتبرك بها حينما تذكرها
للاستعانة بها والتبرك بها. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. كل أمر من أمور الدين كالعبادة والصلاة والصيام والوضوء طهارة تبدأه ببسم الله، وكذلك أمور الدنيا من الأكل والشرب والأخذ والعطاء تبدأ ببسم الله أيضا. فبسم الله تكون معك دائما وأبدا. وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص. فالأمور الجليلة والأمور المشروعة والأمور المباحة كل ما تريد شيئا منها تبدأه ببسم الله تبركا به واستعانة به. نعم. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة. نعم. كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. هذه الحكمة في البداء بالاستعاذة والبسملة في أول القراءة لأجل أن يخلصك الله من كيد الشيطان ويحضر قلبك لقراءة القرآن، وكذلك في سائر الأعمال إذا استصحبت معك الاستعاذة والبسملة فإن هذا مما يبعد عنك الشيطان ويفتح لك باب العلم وفهم ما تقرأ. نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر. الرحمن أبلغ من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. مثل العلام والعليم. العلام والعليم، العلام أبلغ صيغة مبالغة، والعليم كذلك لكن العلام أبلغ. الرحمن مثل العلام والعليم مثل الرحيم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة. أكثر من الآخر رحمة. نعم. وأما الفاتحة فهي سبع آيات. يكفي نقل. السلام عليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوان في الرياض. طيب ننتقل لأسئلة الحضور. هذا سائل معالي الشيخ حسن الله إليكم يقول هل ثبت حديث صحيح في قراءة سورة الفاتحة سبع مرات على المريض؟ لا أعرف شيئا من هذا. أما ثبوت رقية المريض بالفاتحة هذا ثابت، أما العدد نعم العدد مطلوب لكن من غير تقييد بسبع ولا غير تقييد، تقييد بحد محدود يحتاج إلى دليل. أما تكرار الفاتحة في الرقية هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا هل طلب الرقية من الغير تنافي كمال التوكل؟ طلب الرقية من الغير جائز، يعني تطلب من غيرك أن يرقيك، ولكن كونك أنت ترقي نفسك وتستغني عن الناس هذا أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا ينافي التوكل، طلب الرقية من الغير لا ينافي التوكل، لأنه سبب والأسباب لا تنافي التوكل، يجمع بين الأسباب وبين التوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يجب على من نذر بأن يذبح ذبيحة لوجه الله تعالى إذا شفي ابنه ثم لم يستطع أن يفعل هذا النذر لعدم توفر المال؟ يبقى النذر في ذمته دينا لله عز وجل، فإذا استطاع يذبح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاطلاع على كتب النصارى واليهود والأديان الأخرى بغرض التسلية؟ لا يجوز للإنسان يطلع على كتب أهل الضلال من النصارى وغيرهم إلا لأهل العلم الراسخين الذين يعرفون الحق من الباطل، ويكون القصد الاطلاع على ما عند أهل الضلال من الكفر والشرك والإلحاد لأجل أن ينبه على ذلك ويرد عليه وينقض شبهاته. أما طالب العلم المبتدي وغير المتمكن فلا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لا للتسلية ولا لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقوله تعالى: إن كيدكن عظيم، وهل صحيح أن كيد النساء أقوى من كيد الشيطان؟ الله أعلم، النساء لها كيد والشيطان له كيد، وقد يكون كيد النساء أحيانا أقوى من كيد الشيطان، وقد يكون كيد الشيطان أحيانا أقوى من كيد النساء، هذا بحسب المواقف، اختلاف المواضع. نعم. أحسن الله إليكم. نرجع للإخوة في الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ فضيلة معالي الشيخ دكتور صالح من فزان وفزان، في طرح الأسئلة لدينا عند الأخوة في الرياض، حيث يقول السائل: هل المقصود بالآية في قوله تعالى: والذين هم عن صلاتهم ساهون هم المنافقون؟ هم المنافقون، المقصود بها المنافقون وغيرهم، المنافقون وغيرهم. والنفاق على قسمين: نفاق أكبر وهو المخرج من الملة، ونفاق أصغر وهو الذي يصدر من بعض المسلمين. فالذي يسهو عن صلاته فيه خصلة من خصال النفاق، وإن لم يكن منافقا خالصا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما مدى صحة الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكتب للعبد من صلاته نصفها أو سدسها أو خمسها أو عشرها، أو كما جاء في الحديث؟ نعم، الحديث ما معروف ومشتهر، لكن قضية سنده لم أطلع عليها، ولكنه مشتهر على ألسنة العلماء، ومعناه صحيح تدل عليه الأدلة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيان الأسباب المانعة من إجابة الدعاء. الأسباب المانعة من إجابة الدعاء كثيرة، أولها عدم الإخلاص الدعاء، كان يدعو الله ويدعو غيره. الله جل وعلا قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، أدعوا الله مخلصين له الدين. ثانيا الغفلة، أن يدعو الله بقلب غافل لاهٍ.
ولا يوقن بالإجابة، فهذا أيضا من أسباب عدم القبول. إن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. ثالثا من موانع قبول الدعاء أكل الحرام أو لبس الحرام أو التغذي بالحرام، هذا يمنع من قبول الدعاء، كما في الحديث الذي في المسافر يرفع يديه: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا من موانع قبول الدعاء. وكذلك الاعتداء في الدعاء، كان يدعو على إنسان بغير حق أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة قاطع للرحم؟ نعم، أعد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة قاطع للرحم؟ لا أعلم هذا، أن الله لا يقبل الصلاة من قاطع للرحم. ورد في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله جل وعلا، فيغفر لعباده إلا المتقاطعين والمتشاحنين، إن الله جل وعلا يقول: أمهل هذين حتى يصطلحا. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، حيث يقول السائل: ألاحظ على بعض العمالة يصلون العصر قبل المغرب بنصف ساعة، حجتهم أنهم يقولون هذا المذهب الحنفي. نعم. أعيد السؤال يا شيخ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ألحظ على بعض العمالة أنهم يصلون العصر قبل المغرب بنصف ساعة، وحجتهم في هذا أنهم يقولون هذا المذهب الحنفي. أولاً ليس هذا هو المذهب الحنفي فيما أعلم، وثانياً حتى لو أنه ورد في المذهب الحنفي، لو قدر أنه ورد في المذهب الحنفي قول بمثل هذا، فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست بقول فلان أو علان أو المذهب الفلاني. فلا يجوز تأخير الصلاة، صلاة العصر، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت نهي، اصفرار الشمس هذا وقت نهي، فلا يجوز أن تؤخر هذا وقت ضرورة، ما يجوز تأخيرها إليه إلا في الضرورة، أما في الاختيار فلا يجوز تأخيرها إلى بعد اصفرار الشمس. نعم. نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الحضور. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما المقصود بعدم ذكر الله كثيرا في الصلاة؟ حضور القلب، المقصود بذلك حضور القلب، وأيضا يقصد بذلك عدم الإتيان بالأذكار المشروعة في الصلاة لأجل السرعة، يسرع فيها. نعم. أحسن الله إليكم يقول: إذا احتج الإنسان بأن الشيطان هو الذي يوقعه في المعاصي، فكيف يرد عليه؟ يرد عليه بأنه لم يستعذ بالله، لو استعاذ بالله منع الله الشيطان عنه، فكونه لا يستعيذ بالله ولا يلجأ إلى الله يسلط الله عليه الشيطان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أيضا: الاحتجاج بالقدر ما هي ضوابطه؟ أرجو إيضاحه. الاحتجاج بالقدر على المصائب، إذا أصاب الإنسان مصيبة يقول: هذا قضاء الله وقدر، ولا يجزع، ما يجزع، بل يقول: هذا قضاء الله وقدره،
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبرون على المصيبة ولا يجزعون ويردون هذا إلى قضاء الله وقدره. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات هذا لا يجوز، هذه حجة شيطانية. الله أمرك بترك المعاصي والتوبة منها، ليس لك حجة إذا وقعت فيها باختيارك ورضاك، أنت الجاني وأنت الفاعل للمعاصي وأنت الذي اخترتها ووقعت فيها عن اختيار منك وشهوة منك، فعليك التوبة ولا تحتج بالقدر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم آل البيت وهل ما زالوا موجودين إلى الآن وما موقف المسلم منهم؟ أهل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم زوجاته رضي الله عنهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قرابته وزوجاته رضي الله عنهن، هؤلاء هم أهل البيت المسلمون منهم والصالحون منهم، هم أهل البيت الذين لهم حق الإكرام والاحترام من غير غلو فيهم، من غير غلو فيهم واعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، وإنما نعرف لهم قدرهم ونحترمهم لاحترام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بأهل البيت. وأما وجودهم، نعم موجودون، إذا من ثبت نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البيت قرابة الرسول، وهم بنو هاشم، قرابة الرسول هم بنو هاشم، بنو هاشم خاصة هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقية بطون قريش هؤلاء لا يكونون من القرابة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من فقد شيئا فقام يصلي ليذكره الشيطان؟ أعوذ بالله، ما يصلي إلا علشان الشيطان يذكره، هذا كلام باطل. يعني الصلاة لأجل أن الشيطان يذكره اللي هو نسي؟ نعم. أذابكم الله. يقول السائل: والدتي ترفض أن ألبس ثوبا قصيرا وتريد أن ألبس ثوبا يكون تحت الكعبين، فماذا علي أن أفعل؟ رجل ولا امرأة؟ يظهر أنه رجل. إن كان امرأة نعم، هذا واجب عليها، تستر نفسها وترخي الثوب من وراء العقبين قدر ذراع حتى يستر. أما إن كان رجلا فلا يجوز له أن ينزل اللباس عن الكعبين، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. ولا تطع أحدا في ذلك، لا الوالد ولا غيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. وعليك أنك تبين لها، ربما أنها جاهلة فأنت تبين لها أن هذا حرام ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أستخدم قطرة الأنف وأنا صائم حيث لا أستطيع التنفس إلا بواسطة هذه القطرة، فهل صيامي صحيح؟ إذا كانت تذهب إلى حلقك تحس بطعمها في حلقك فإنها تبطل الصيام، أما إذا لم تذهب إلى حلقك فلا مانع منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لي أخت تقول أن زوجي لا يصلي لا في المسجد ولا يصلي في البيت، علما أن لهم أكثر من 15 سنة
وعندهم أطفال ثلاثة، فهل نطلقها منه أم ماذا نفعل؟ وكيف أثبت عليه أنه لا يصلي وهو ينكر ويقول أني أصلي؟ والله هذا ما هو عندنا، هذا عند المحكمة، يرفعون أمره إلى المحكمة ويحضره القاضي ويشوف الكلام هذا هل يثبت أو لا يثبت عليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الزيادة في الطواف إذا كان ناسيا للعدد، وهل يؤثر في العمرة أو الحج؟ نعم، إذا شك في العدد يبني على الأقل على اليقين، هذا الواجب عليه، يخرج من الطواف بيقين. فإذا شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط يجعل ستة أشواط ويأتي بالسابع المشكوك فيه حتى يخرج بيقين. أما الزيادة متعمدا فهذه لا تجوز، زيادة في العبادة عن الحد المشروع هذا لا يجوز، لا في الطواف ولا في غيره. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، ونستأذنكم في بعض التنبيهات البسيطة. التنبيه الأول أن سماحة مفتي عام المملكة له درس مفترض يكون بعد العشاء، وقد اعتذر سماحته نظرا لارتباط مهم عنده هذه الليلة. التنويه الثاني أن درس معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ يوم غد المفترض يكون بعد صلاة العشاء قدم إلى بعد صلاة المغرب في نفس اليوم، يعني يوم غد، نيابة عن الشيخ سعد الشثري، نزل ارتباط معالي الشيخ سعد أيضا في مهمة خارج الطائف. التنويه الثالث والأخير أن معالي الشيخ عبد الله الغديان حفظه الله نبه ووجه إلى أن يكون الدرس في الليالي الحسان لابن سعدي رحمه الله، لأن هذا ما كان مكتوب في الإعلان، فحب أن ينبه لذلك. نعود أثابكم الله للأسئلة. القواعد الحسان تقول المعاني الليالي، قال الليالي الحسان، الليالي قواعد الحسان، القواعد الحسان، آسف. نعم. القواعد الحسان لابن سعدي ستكون في درس الشيخ عبد الله الغديان. نعم. هذا سائل أثابكم الله يقول: كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ نعم. لا تعارض بين الحديثين. من قال لا إله إلا الله ليس المراد قولها باللفظ باللسان فقط، بل من قالها مخلصا لله عز وجل وكفر بما يعبد من دون الله، مقيدة في أحاديث أخرى: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم الله، حرمه الله على النار. كذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه في الحديث، هذه ناحية. الناحية الثانية حديث افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار، ليس معناها أن كل الفرق 72 كافرة، ليست كافرة، وإن كانت عندها مخالفة قد يدخلون النار من باب الوعيد ثم يخرجون منها بعد ذلك، يدخلون النار على حسب جرائمهم مخالفاتهم ولا يخلدون فيها. دخل الجنة ليس معناه يدخل الجنة من أول وهلة، قد يتأخر دخوله، وإن كان يقول لا إله إلا الله تأخر دخوله ويعذب في النار، كما هو المعروف أن عصاة الموحدين إما أن يعفو الله عنهم وإما أن يعذبهم على قدر ذنوبهم. فلا تعارض بين الحديثين والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك خلاف بين العلماء في كشف المرأة لوجهها أم أنهم متفقون على التحريم؟ متفقون على أنه إذا كانت هناك فتنة
من كشف وجهها فإنه يجب عليها أن تغطيه، وليس هناك أمن من الفتنة. من الذي يأمن من الفتنة؟ هذا يعطي أنهم متفقون على أنه إذا خشيت الفتنة يجب عليها تغطيته، والخوف من الفتنة متوقع دائما وأبدا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يقول المأموم عند سماع الإمام لما يثني على الله ويحمده كأن يقول إنه لا يعز من عاديت، هل يقول المأموم آمين أم يقول سبحانك وهذا أكثر ما يقوله الناس؟ نعم، كذلك إذا جاء الثناء على الله يقول سبحانه، وإذا جاء دعاء المسألة يقول آمين. أنتم عرفتم أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة والثناء على الله، وهذا لا يقول فيها آمين. دعاء مسألة هذا يقول فيها آمين. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من يحلف بحياة الله تعالى؟ لا بأس بذلك، هذا من صفاته سبحانه، والحلف يكون بالله وبصفة من صفاته، ومن صفاته الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. أثابكم الله. إمام صلى العصر وقام للركعة الثالثة قبل أن يجلس للتشهد الأول، ونبهه الجماعة ولم يرجع، ثم جلس للتشهد الأول في الركعة الثالثة ونبهه الجماعة ولم يقم، ثم قام وجلس للتشهد الأخير في الرابعة، فما الواجب علينا؟ وهل يتابع الإمام إذا تيقن المأموم أنه على خطأ؟ إذا قام للثالثة ولم يجلس وسبح له ولم يرجع، تقومون وتتابعون الإمام، والتشهد الأول يسقط مع السهو، يجبره بالسجدتين، ولا يجلس في الثالثة. إذا عرف أنه لم يجلس في الثانية لا يجوز له أن يجلس في الثانية، لأن هذه زيادة في الصلاة غير محلها، فلا يجلس. هذا من باب الجهل، ما دام أنه جاهل الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن ينبه على هذا، ينبه أنه إذا اعتمد قائما ولم يجلس للتشهد الأول أنه يستمر ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، ويكفيه هذا والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم انتساب الشخص لقبيلة ليست له أو إلى أب غير أبيه؟ نعوذ بالله، هذا فيه وعيد شديد. الذي ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه، هذا فيه وعيد شديد، ولا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. إذا دخل رجل على جماعة في الصلاة وكانوا عكس القبلة لأنهم في السفينة، إذا دخل رجل على جماعة وهم في الصلاة وكانوا عكس القبلة لأنهم في السفينة، فماذا يعمل؟ نبههم على جهة القبلة ويتوجهونهم في صلاتهم، ما في مانع، يغفر لهم الخطأ. نعم. يقول أيضا تكمل السؤال: هل المصلي الذي في السفينة يأخذ حكم المسجد؟ نعم، مع الإمكان يأخذ حكم المسجد، لأنها بمثابة غرفة، بمثابة غرفة يتمكن من القيام والركوع والسجود فيها واستقبال القبلة، تأخذ حكم المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. من صلى صلاة أو من صلى صلاة جماعة ثم تبين للجماعة أن استقباله للقبلة كان خطأ، فماذا يجب عليه؟ إذا تبين أنه على غير القبلة منحرف عنها انحرافا كبيرا، فلا بد من إعادة الصلاة. أما إذا كان الانحراف يسيرا هذا لا يضر. نعم. أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول: تزوجت امرأة وأخبرتني بعد الزواج أنها حجت هي ووالداها وهي حائض، ولم تخبرهما، وقد طافت بالبيت طواف الإفاضة والوداع، وقد قمت أنا بدفع هدي، فأفتوني في عملي هذا. لازم تحضر بكرة إن شاء الله في دار الإفتاء وتقدم سؤالك لأحد المشايخ وينظر فيه إن شاء الله، لأن هذا يتعلق بعقد نكاح،
أو تذهب للمحكمة عند القاضي وينظر فيه، هذا عقد النكاح لازم من النظر فيه تثبت فيه. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على نبينا.